بعد أن أوسدت أبوابها لعدة أشهر عادت الحركة لتدب داخل قاعات الرياضة وكمال الأجسام، لكن بمجموعة من الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. بون تعقيم اليدين اليدين نزيدو لي شوسير ترينيك نمسحو رجلينا بالدخلة، عندنا لي بوفيت، عندنا لي زاديرون تاعنا كي يدخلوا نديروا لي سبونس بيناتهم متر ونص حتى جوج مترات. درنا لي بونو في الدار، درنا كيما نقولوا التعقيم، درنا الكول في الدخله، درنا لي طابي الفار تاع الشوسور. دونك اشاك فوا يا كيلكان لي موراهم بور فيغ غابلي لي جون كاين ان بروتوكول باش يتبعوه. دونك صارم، دونك الاجراءات تاع الوقايه صارمه، صدر حنايا اشاك فوا يفو ريبيتي 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 ريبيتي. التعقيم المستمر للمعدات واحترام مسافة الأمان وتحديد عدد الرياضيين أمور بديهية أصبح الجميع داخل هذه القاعات يتقيد بها. ليسباس بين لي زاديرون تاعنا ما يكونوش فوق شخصين في ماشينا بدا هاكتو في الكاميرا نخدمو، أنا دايرين ليسباس كل سوايع عندنا نديرو التعقيم تاع الماتريال تاعنا، عندنا خدام سبيسيال، حنا لي ترينينغ عندنا القانون الداخلي لهنا لازم يكون عندو المنشافة ديالو، لازم أوبليغاتوار. يستعملها وين يروح يحطها كل واحد ما يشافها ديالو. حتى وإن كان النشاط الرياضي يمارس بدون قناع لتسهيل عملية التنفس إلا أنه إجباري قبل بداية ممارسة النشاط وفقا للبروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الشباب والرياضة. هي لا بافيت سي اوبليغاتوار، اسمع لازم لاتليت كيجي كيجيو باش يطرينيو ديجا ودايرها وشنو كيدخل للصالة يحطها كيما اللي دايرها على المستوى هنايا باسكو ما يقدرش يابسول بيه الهواء، دونك هو لازم يتنفس او دو ويرمي سي او دو. سما لو كان نديرها انا هكذايا سما نولي العكس، نولي راني ننفس سي او دو ونعاود نجبدو، هادي ماشي مليحه للجهاز التنفسي تاعنا، سما تكون تكون بالايجاب تولي تاثر بالسلب. بالرغم من القيود التي فرضها فيروس كورونا على الرياضيين لعدة أشهر، يعود النشاط تدريجيا داخل هذه القاعات شريطة التقيد بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.